تحديدا للموسم الجديد 2018-2019 دخل فريق شباب تيموشن جو التحضيرات من بوابة بني صاف. هنا هذه المدينة الساحلية على الشاطئ الوهراني دخل فريق شباب تيموشنت كما قلنا المنتمي لرابطة ما بين الجهات تحضيرا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد الحاج مشري عبد الله. فتابعوا هذا الروبورتاج. هنا الرياضي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا متواجدين في بني صاف من خلال فريق شباب تيموشنت، الفريق اللي راه دخل في تربص مغلق هنا في هذه المدينة الساحلية. والجديد في هذا الفريق أن فيه جديد كثير، الإدارة تغيرت، فيه الطاقم الفني تغير، فيه لاعبين جدد، فيه وتبا نقولوا في مدينة موشنت لإعطاء هذه المدينة حقها في كرة القدم اللي ضاع منها اللقب. ونذكر اللي نذكر باللي ضاع منها اللقب الموسم الماضي لصالح شباب تيارت في الأمطار الأخيرة. وللتذكير أن شباب تيموشنت هو الفريق الأول في المدينة الذي ينشط في بطولة ما بين الرابطات. الجديد هذا الموسم كما قلت هو تدعيم الطاقم الفني بمدرب محنك إنه الشيخ الحاج عبد الله مشري. سي الحاج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بك في عندنا في الباهيه، وهنا نحن نلتقي للمره الثانيه. كيف هي الاحوال وكيف سي عبد الله مشري التحق بهذا الفريق بعد غياب طويل للحاج على ميادين كره القدم على المستوى يعني نوعا ما محترم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا مرحبا بكم وبطاقمكم، احنا سعداء انكم توجد من بيننا لنشر هذا الخبر الرياضي، وهو ان شاء الله رجوع فريق شباب تيموشنت الى الساحه ان شاء الله. يعني انا جد فخور اني بين احضان انصار فريق مشجع كل يعني ما يدور في حول في مدينه تيموشنت. وانتم تعلمون ان مدينه تيموشنت هي التي انجبت عده دوليين مثل عمر السيكي، مثل يحيوي، مثل عدة، وكانت يعني دائما شباب تيموشنت في القمة. لكن كما يجري حاليا في الكرة في السحرية كل الفرق كي تيارت كي تيموشنت كيما غيليزان كيما هذول اللي كانوا الفرحة تاع الغرب الجزائري وكانوا يمثلوا الغرب الجزائري يعني تحسن. إن شاء الله نتمنى أن يعني شباب تيموشنت اللي هو فريق عريق يرجع الى الساحه ويرجع بقوه، كون انه عنده فريق جديد، عنده رئيس جديد وطموح وعنده افكار جديده بالنسبه لكره القدم. ما نقولش ليس كرؤساءنا الحاليين، ولكن جاء بفكره جديده، بفلسفه جديده، بفلسفه احترافيه. لهذا قبلت العرض وانا هنا يعني بكل فرح وبكل سرور، وان شاء الله نشارك ان شاء الله في النهضه تاع كره القدم في تيموشن ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا ما يتمناه الشارع التيموشن تي الحاج عبد الله. لكن هذه النظره الاحترافيه اللي جا بها كما قلت هذا الرئيس الجديد اللي نتمناو له التوفيق. سبقوا الرئيس السابق اللي كانت عنده نظره وهو الاخر احترافيه، لكن نقص التجربه، نقص التسيير، نقص يعني التسيير المراحل الصعبه للبطوله هو اللي ما
تجعل شباب تيموشنت يخرج عن 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 السباق. سي الحاج نعرفوا لا يختلف اثنان عن التجربه تاعك عن الحنكه تاعك عن كل المقومات اللي يحوزها الحاج مشري عبد الله. سي الحاج شباب تيموشنت قبلت العرض، ما هي الاهداف اللي سطرتوها؟ كيف راها تمشي الامور؟ راكم في تربص نظن اليوم، راكم في بني صاف منذ عده ايام. كيف راها يعني ما راكمش قلتوش مسبقا في التحضير، هذا ما يرجع سلبا على التشكيله؟ كيف هي الامور الاداريه؟ كيف هل انت راضي بالتعداد اللي جابه المسيرين؟ كما قلتم سبق لفريق تيموشنت ان كانت له تجربه السنه الماضيه. أنا لا أعرف هذا الرئيس ولا أعرف المحيط، لكن أقول أن العشوائية لا ليس فيها خير، ولكن التنظيم والفكر والبرمجة والعمل العالم العلمي في كرة القدم لا بد أن يكون ولا بد أن يرجع إلى الساحة. يعني أنا عندي فلوس وأبعثهم يمين يسار وأصرف يمين يسار، هذا مش حل. أعتقد أن الرئيس لما تكلمت معاه قال لك أنا غادي نجيب شيء جديد، شيء احترافي، ولهذا أنتم ربما بعض الفرق تاع النخبة الثانية مازال ما دخلوش في التحضير، ونحن في الدرجة يعني الثالثة أو الرابعة ودخلنا بكل جدية. يعني صراحة الرئيس أعطانا كاع الإمكانيات، يكون إن شاء الله تربص ب 15 يوم هنا، وبعده كذلك تربص ب 15 يوم كذلك في تيموشنت، وبعد المرحلة قبل البطولة ثاني غادي نحن مبرمجين مباراة على مستوى ممكن نسويها كما نقولوا زي زمان، أربع فرق يتباراوا فيما بينهم في دورة مصغرة. الشيء الجديد اللي هنا كما نشوفوه حاليا في الجزائر، هنا أعطي الفلوس أجري يمين يسار مناجر، هذا كمل أدخل أخرج، يعني كأنه سوق تاع الحمري أو سوق تاع بني جدة. ليس هذه هي كرة القدم أخي، كرة القدم نظام، برمجة، احتراف، ثقافة، هذه نفقدها في الساحة، وإن شاء الله أعتقد أن الرئيس عنده هذه الأشياء، ونتمنى أنه يمشي ويدعمه على هذه الأشياء، هذا اللي نتمناه إن شاء الله. بالنسبة للتحضير راه ماشي على ما يرام، على ما يرام، على ما أظن، هل أنت راضي بالتعداد اللي راه بين يديك؟ وما هي الأهداف المسطرة لهذا الموسم؟ والله أحفي في أحسن ظروف، يعني عندنا كيما نقولوا في الفندق هذا، عندنا كيما نقولوا صاحب الطبخ، عندنا الغرف، عندنا اللاعبين جاهزين، عندنا وسائل الاسترجاع، عندنا ميدان، عندنا صاله الحديد، عندنا البحر، عندنا كل شيء. ونقول لك حاجه، الفرق الجزائريه تخرج للخارج انها تضيع اموال بس، وعندنا في الجزائر كل الاشياء باش اي فريق حتى فريق محترف يجي يحضر، يعني على الاقل التعداد. اهدافنا ان شاء الله يعني مع الرئيس صعودين متتاليين. وهل الحاج عبد الله سيرفع التحدي؟ نتمناه ان شاء الله، نتمناه، ولهذا طلبت من الرئيس انه يجلب لي بعض اللاعبين في بعض المراكز اللي عندهم خبره، وان شاء الله باذن الله بالعمل والجهود المتضافره ان شاء الله يكون تحقيق الهدف باذن الله. سي الحاج كثير من الناس يقولوا سي الحاج كان غايب على الساحه، لكن نذكرهم باللي كان سي الحاج قريب من الساحه، وكان في رائد وهران، كان مدرب متطوع وكان يقدم الكثير لكره القدم الوهرانيه. سي الحاج عبد الله مشري في هذا الاتجاه، هل سي الحاج يطمئن الجمهور، يطمئن الناس في المسلطات المحليه في تيموشنت، المحبين تاع الفريق تاع سيارتي، على باللي الفريق في ايادي امنه؟ نتمناه، وإحنا إن شاء الله نؤدي الأمانة بإذن الله، لأننا مش أمانة بس تاع الفريق، ولكن أمانة الله في أرضه، أننا نحرص على إتقان في العمل إن شاء الله بإذن الله وبعونه إن شاء الله سنصل بإذن الله، لأن النية كما نقولوا موجودة، وإن شاء الله يبقى لنا إلا التنفيذ. وهذا ما نتمناوه، نشوفوا ونفرحوا مع خوتنا تاع سي ار تي في نهايه المطاف ويحقوا لنا الصعود اللي ضاع الموسم الماضي. كما قلت سي الحاج نتمناو لك يعني ايام موفقه ان شاء الله مع الفريق تاعك الجديد، وبالتوفيق ان شاء الله فيما تبقى من الايام. شكرا. من بين الاسماء والابناء تاع الفريق اللي عادوا للفريق هذا الموسم نظن سي شريط نور الدين. سي شريط نور الدين هو ابن الفريق، لعب للسي ار تي وشارك في صعود الفريق اكثر من مره.
أسدي لهذا الموسم وعاد للبيت كمساعد للمدرب الحاج مشري عبد الله. سي نور الدين شريط، نظن اليوم راك مع الفريق، راك وليت للبيت، تعرف البيت جيدا، تعرف التعداد، تعرف المحيط. كيف عدت؟ كيف قبلت العرض؟ وما هي يعني الأجواء العامة تاع هذا التربص تاع بني صاف؟ كيف هي الأجواء العامة تاع الفريق؟ لأن الكثير يحاول الناس في الشارع الرياضي، مشيت موشنتيل بالك في وهران، بالك في عنابة، في ميلا، يحوس يعرف الشارع تيموشنت وكيف راها الفريق، كيف راه يحضر، واش ما هي الأهداف تاعه، واش المحيط، كيف شارع شاري في السيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء رحبوا بالقناة الباهية هنا عندنا في ولاية عين تيموشنت، وخاصة يعني هنا في مدينة بني صاف، وين رانا يعني هنا رانا نقوموا في التربص تاعنا. وكما الجميع يعلم مدينة بني صاف فيها جميع الإمكانيات باش أي فريق ينجم يعني يقوم بتربص نتاعه والتربص يكون ناجح. أنا نقول بعد يعني بعد تعيين الرئيس الفريق الجديد اللي هو السي ولد عباس مهدي، وكذلك رئيس الفرع السي بن عياد بوسيف، يعني كانت اتصالات معهم، وبكل صراحة يعني الأمور جرت في يعني وقت قصير، لأن كما تعلم والجميع يعلم باللي فريق ما تقدش ترفض فريق بحجم شباب تيموشن، لأنه فريق كبير وعنده تاريخ. كما قلت لك واحد ربما ظروف خلت الفريق يلعب في هذا المستوى، وخاصة نقولوا باللي الأهداف المستطرة تاع يعني تاع المسؤولين هي اللي حمستنا باش يعني نعملوا في هذا الفريق. وما ننسوش باللي تعمل مع يعني إلى جانب مدرب كبير اللي هو السي الحاج مشري عبد الله المعروف على الساحة الوطنية. نظن باللي هذا الشيء خلانا يعني نوافقوا بكل سهولة. سي الحاج مشري، نظن اسم كبير مستوى، ما نقولوش الجزائري، مستوى العربي والمستوى الافريقي، لان مولديه وهران شاركت في البطولات العربيه ومعروف على المستوى العربي والقاري. السي شريط، نظن الاهداف كما قلت شجاعتك للعوده الى البيت، لكن فيه اللي معروف على شباب تيموشنت هو المحيط والتسيير اللي ما كانش على ما يرام في الموسم الماضيه. هل سي شريط انت ابن الفريق، ابن مدينه تيموشنت، ابن الفريق، تنجم نمدوا دي غارونتي للانصار باللي الفريق راه في ايادي امنه والفريق رايح يعمل هذا الموسم كل مستحيل باش يحقق الحلم تاعه اللي راهو ضاه منذ سنوات، وارجاع الفريق لمكانته الاصليه كما قلت؟ لا، بكل صراحه يعني نقولوا احنا يعني الموسم الماضي الفريق كان ضيع الصعود، يعني بالك نقولوا كان ينقص حوايج صغار. الكل يعلم بلي انا الفريق كان تحت المرتبه الاولى حتى يعني المرحله الذهاب يعني، وكما شفت يعني كان معاهم فريق اللي هو ثاني كان عنده امكانيات خلى الفريق ما يصعد. فانا نقول بلي كان قادر الفريق يصعد. بون هاد يعني المسيرين الجد هما اللي كما قلت لك داروا سطروا الهدف اللي بكل صراحه وفروا جميع الامكانيات لحد الساعه يعني باش الفريق يعني يوصل الهدف تاعه هو الصعود. انا نقول بلي احنا بدينا هذه اسبوع ملي دخلنا يعني لهذا التربص، مازال ينتظرنا عمل كبير، مازال كما نقول لك احنا رانا نبحثوا على يعني على الفريق نتاعنا والتشكيله الحقيقيه الى غير ذلك. نظن باللي لحد الساعه نقول باللي يعني الاستخدامات يعني راها في المستوى. هذا الشيء اللي احنا كمسؤولين على العريضه الفنيه احنا رانا كما نقول لك واحد نستبشروا خير، وهذه رساله نوجهها للانصار اللي بكل صراحه موسم طويل ماهيش مقابله ولا زوج. نقول باللي الانصار يصبروا على الفريق نتاعهم، صبري هذا حلم تاع الانصار راهي يعني اللي راهم يحلموا بهذا الصعود، لان كما قلت لك المكانه تاع الفريق ماشي هذه يعني على الاقل في القسم الوطني الثاني. نظن باللي حنايا رانا كما نقول لك نديروا اللي علينا ان شاء الله،
باش نفرحوا هاد الانصار. الانصار نطلبوا منهم باش يكونوا يعني حاضرين معنا ويوقفوا مع الفريق تاعهم الى غايه اخر جوله، لان الصعود ما يتلعبش في المقابله الاولى ولا الثانيه، يعني كاين 30 مقابله. لازم في 30 مقابله الجميع الى بغينا نوصلوا للهدف نتاعنا يكون مشارك في هذا في هذا في هذا الصعود اللي نتمنوا ان شاء الله. سي نور الدين شريط، الاكيد البطوله تلعب الى اخر دقيقه واخر جوله، هل الشارع الرياضي يبحث الاسماء الجديده التي انتدبت او الاسماء التي احتفظ بها من التعداد الموسم الماضي؟ هل لنا ان نعرف ماذا حضرتم للشارع الرياضي؟ هل من مفاجات خاصه في الاسماء التي انتدبت في هذا الموسم؟ والله نقول لك انا كاين يعني كاين استقدامات يعني في المستوى. نظن بلي مازال يعني مازال خاصنا يعني ولو زعما ماهوش يعني حاجه كبيره. نظن بلي راح تكون ربما كونفيرونس دو بريس نتاع لي ديريجون هذا الاسبوع، هما راهم يعني يعلنوا على الاستقدامات يعني ويوضحوا الامور اكثر. سي شريط نور الدين، نتمنى لكم النجاح والتوفيق وعودة الشباب إلى المكانة كما قلنا المرموقة والحقيقية تاعه. في من بين أسباب النجاح تاع تربص في أي تربص هو رجال الخفاء. من بين رجال الخفاء اليوم معنا الشيف رئيس مطبخ تاع بيت الشباب هنا بمدينة بنصاف. الشيف كيف هي الأمور، راها ماشية معك في من جانب الأكل من جانب الوجبات؟ هل اللاعبين راهم راضيين بالنوعية تاع الأكل؟ ما فيش احتجاجات؟ ما فيش دي ريكلاماسيون؟ تفضل. شكرا، نشكر قناة الباهية ونشكر المسؤولين اللي درنا فينا ثقه. نشكر بعد اول نقدم نفسي كاستاذ فندقه تاع التكوين المهني بنصاف، والجماعه داروا فيا ثقه ورانا في مهمه وفي هذا التربص لا بد لنا نديروا الواجب نتاعنا كما يلزم. من ناحيه الاكل ولا ناحيه هذا دائما نسقسوا الطبيب نتاعنا الميدسان، باسكو عندنا ثاني الطبيب يعني تاع الماكله وعندنا المسؤولين اللي يتبعوا هذه الامور. والحمد لله هذا الوجب هذا قدرنا نسقسوا اللاعبين هما اللي ربما يعطونا الكلمه، خاطر انا ما بقيتش نشكر روحي الا شكرنا شويه. شكرا عليكم، بارك الله فيكم. ودائما من بين الاسماء والحضور القوي في تعداد شباب تيمونشنت ضمن الطاقم الفني او كلاعبين، نبدا بالطاقم الفني. اليوم في اول تجربه سي حسين بلالام، راك في الطاقم الفني كمدرب للحراس، نظن هذا اول موسم، مسؤوليه كبيره كتجربه جديده. واش تقولنا على هذه التجربه، خاصه انك لعبت كثير واديت موسم يعني نقولوا الماضي الليل قريب كنت حارس ممتاز، كنت ذو اخلاق كبيره، لكن هذا الموسم راك في تجربه جديده، كي تشوف هذا التحدي؟ ونظن هذا التحدي ماهوش صعيب عليك، خاصه انك مؤطر من شيوخ لهم من التجربه، ما يجعلك في منأى من كل المشاكل التي تحيط بالعالم كره القدم تاع اليوم. سي حسين، كيف تشوف هذه التجربه تاع اليوم وكيف تشوف السي ار تي هذا الموسم؟ احنا ما نقدرش نعلموا بالغيب، مي بصح كاين امكانيات والولايه هي تستحقها باش تلعب في الناسيونال 2 مع الطاقم الفني كما قلت لك غني على التعريف باللمسه تاعه وكاع بارابور اللي راهي الخدمه اللي فيها السير المسير اللي ديريجون البريزيدون على راسهم. ان شاء الله احنا غادي نعملوا بجديه ونمدوا كاع اللي عندنا بالخبره الصغيره هذيك اللي عندنا وربي فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله. سي حسين، من خلال الكواليس الشيء اللي فوجئنا به انك يعني تقني ممتاز، يعني بعلامه ممتاز في تحضير الشاي. الشاي عبد الله مشري هذا ما يحب، واش قلنا على هذه؟ هل فيه سر؟ فيه يعني اللاعبين راهم راضيين بهذه الامور ولا راك دير السوشيال ثاني معاهم كان اللي تعطيه كان اللي ما تعطيهش؟ هذا السر تاع الشاي انا كما قلت دوري جينا صحراوي وهذا الحرف علمها لي با تاع الشاي كي ندير الخدمه، والشيخ عجبه واللعب عجبه وراني معاهم ان شاء الله. راها مليحه، راها ماشيه الامور، راها مريقله. ايوا الحمد لله. شكرا، بارك الله فيك. من بين الاسماء الحاضره ثاني كذلك معنا قائد الفريق سي مقداد. سي مقداد بعد تجربه في فرق هنا في الجوار مولديه السعيده نظن او اتحاد بالعباس، اليوم راك عدت للبيت شباب تيموشنت. شباب تيموشنت يعني طال الوقت وراه في يتخبط في هذا المستوى اللي راه فيه ما بين الرابطات اللي هو ماهوش المستوى تاعه بحجم ولايه من كولايه عين تيموشنت. سي اليوم كيف راك تشوف التحضيرات؟ كيف تشوف الانتدابات اليوم
اليوم النوعيه تاع خاصه تاع اللاعبين، هل بامكان هاد اللاعبين تقديم الاضافه لشباب تيموشنت؟ كيف تشوف الجمهور خاصه ان الفريق ضيع الموسم الماضي اللقب؟ فيه ضغط كبير عليكم اليوم، راكم امام الامر الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم عندنا قناه باهيه موالفه تزيد زورنا، نشكركم. بو تحضيرات هنا شباب تيموشنت راه في مستوى، اداره في مستوى، مدربين في مستوى. عندنا مدرب معروف مشري عنده تجربه كبيره، وعندنا مدرب ثاني هو شريط نور الدين اللي عنده مدرب شاب وعنده صعود، ثلاث صعود في شباب تيموشنت، هذه في شباب تيموشنت ما نسوهاش. بو عندنا مدرب تاع حراس من ولايه عين تيموشنت. بو حنا الفريق رانا نحضروا كل شيء، لا باغي مدرب رانا نجيو في الوقت نخدمه، رانا نتعبوا الحمد لله، رانا واجدين. بو لاعبين تاع شباب تيموشنت لاعبين سناو انتدابات في مستوى، لاعبين اللي قادوا في مستوى، وما ننسوش بلي عندنا لاعبين شبان راهم معانا، 10 تاع لاعبين تاع الشبان في مستوى، باش نقولوا الانصاب اللي ثاني عندنا لاعبين اللي قدوا يهزوا لاعبين اللي كما يقول لك اللي جابوهم واللي راهم قاعدين، لاعبين شبان في مستوى صراحة. بو تحضيرات كما يقول تجري في مستوى، بول اكل في مستوى، اداره في مستوى، اداره رئيس الفريق كل ما يجي هنا يسقسينا، قلنا شخصكم شما خاصكم، كل ما يجي يسقسي على الفريق حتى حاجه ما خيبها لينا صراحه. كما نقول لك حنا نقولوا الانصار، انصار شباب تيموشنت معروفين في الولايه، يحبوا الفريق، وهذا الانصار اللي نقول لهم عاونونا حاجه الاولى ويديروا فينا الثقه. انا نقول لهم بلي عندنا مجموعه وعندنا اللاعبين ولاد فاميليا اللي ما تخافوش عليهم، ونقول لهم بلي ما غاديش يحشموكم، ونقول لهم انا منا، نقول لهم قناه الباهيه، نقول لهم بلي فريق شنا الصعود كاين صعود باذن الله، كاين صعود، وعندي ثقه تامه بلي هاد السنه نصعدوا، باسكو اللاعبين نعرفهم وعندهم مستوى وداير فيهم ثقه باذن الله. سي مقداد، هذا ما نتمناه ويتمناه الشارع الرياضي، نظن بهذه الكلمات التفاؤليه بتحقيق الصعود في نهايه المطاف، نظن ناتي الى نهايه هذا الوقفه الخاصه بفريق شباب تيموشنت، ولنا لقاءات يعني اخرى ان شاء الله، وسنرافق شباب تيموشنت ان شاء الله طيله هذا الموسم لتحقيق الصعود. وهذه القناه، قناه الباهيه، هي قناه كل الفرق الجزائريه. شكرا، بارك الله فيك.